انستجرام كلمتني وادتني فكرة حلقة لقيتها جديدة، وانا بحب الجديد حتى لو كان غريب. بتقول لي ايه رأيك يا استاذ محمد لو تعمل حلقة عن اكتر رجال الابراج اللي بتحب الانثى او يعني ما بتحبش الانثى اللي هي طويلة قوي؟ معظمنا او معظم الرجال بيحب الانثى اللي هي حلوة كده، يعني يبقى طولها يدوب كده، دي بتمشي معانا قوي ومعظم الرجال بتحبها، بس في رجال برضو بتحب الانثى اللي هي طويلة. عامة حلقة تعتبر كوميدية ولكن برضو فيها معلومات مهمة هتهم أي حد. وكل أنثى يا ريت تتوقع كده مين اللي يعني اللي هيتصدر معانا من الرجال حلقة النهاردة، وأنثى أشجح شوية تكتب لنا طولها كام، لأن يعني كل أنثى تكتب لنا طولها كام في التعليقات، لأن أنا مدمن على قراءة تعليقاتكم. ويلا بينا سريعا كده، وادعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك، والجديد برضو عرفنا بنفسه، وتعالوا بينا نبتدي من المركز ال12. كرها للأنثى الطويلة لأكثرهم بقى يعني، وكل واحد وليه فلسفته الخاصة، ولما تقعد مع رجل كل برج يقول لك مواصفات فتاة أحلام، واحد يقول أنا عايزها طويلة، واحد يقول أنا عايزها يعني حلوة كده، واحد يقول أنا عايزها بين البنين، وهنرتب واحنا ماشيين. في المركز ال12 رجل الدلو. رجل الدلو ما عندوش مشكلة، طويلة مش طويلة عادي يعني، الحتة دي ممكن ما تفرقش مع رجل برج الدلو قوي مقارنة كمان برجال الأبراج التانية. بالعكس رجل الدلو ممكن نجده يميل للأنثى اللي هي طويلة القامة، ما عندوش مشكلة. زيه بالظبط أخوه اللي في المركز ال11 برج القوس الناري، ما يدققش قوي، ولا الدلو بيدقق ولا القوس عامة كأبراج بتدقق، فممكن ما يشغلهمش حتة الطول بتاع القامة أو عدمه يعني. وإحنا طالعين كده في المراكز، يا ريت لو شايفين الحلقة دي ممتعة ندوس لايك توصل لبقية أصدقائنا، وشيروا على قد ما تقدروا خاصة أصدقائنا اللي على الفيس بوك، وتعالوا بينا بقى نوصل للمركز العاشر ونخش في الجد أكتر وأكتر. نعرف في المركز العاشر رجل برج الأسد. شرح البرجين أو الرجلين يا شرحهم يعني زيهم، ما عندوش مشكلة قوي، ولذلك بقى أغلب الثلاث رجال دول ممكن تجدهم مرتبطين بإناث يعني الأغلب بيتمتعوا بالقامة الطويلة. هندخل في منطقة وسطى، إذا لو جاز التعبير هنقول عن الثلاث رجال دول اللي ممكن يكون بيحبوا الأنثى اللي يتقال عليها تميل للطول. أول ما ندخل بقى في المركز التاسع كده، الأبراج اللي هي بين البنين، اللي هي يعني الموضوع عندها عايزاها معتدلة، ولا أقدر أقول عليها طويلة ولا أقدر أقول عليها قصيرة يعني، أو بالعكس ممكن تكون تميل كمان للطول. برج الجوزاء اللي في المركز التاسع، رجل برج الجوزاء بيجي معانا في المركز التاسع أعلى من الرجال اللي احنا قلناها وأقل من الرجال اللي هتيجي بعد كده. الموضوع عنده ايزي برضه، ما فيهوش تعقيدات كبيرة، عادي يعني لو هي مثلا مش عايز اقول بالسنتيمتر يعني، فخلينا كده نخلي الموضوع على العايم يعني. هنوصل للمركز الثامن لسه في منطقة وسطى، الميزان. رجل برج الميزان بدأنا بقى نخش في موضوع حلقتنا، ده من اول الرجال اللي اقدر اقول عليها يعني لو كانت من الاناث اللي يتقال عليها طويلة مش محبب، يفضل لو ما كانتش طويلة القامة كده، عشان يعني في المركز السابع الحمل الناري. لا احنا دخلنا كده في موضوع حلقتنا حرفيا، نفضل الانثى اللي هي مش طويلة، مش طويلة خالص يا عم محمد ابو زيد. اه والله بنفضل، وعن تجربة شخصية يعني انا كمحمد ابو زيد يعني افضل في عملية الطول دي، وعن تجربة شخصية يعني انا كمحمد ابو زيد يعني افضل في عملية الطول دي الانثى اللي ما يتقالش عليها ان هي طويلة القامة يعني. عشان كده برج الحمل او رجل برج الحمل بيجي معانا في المركز السابع، وكل الابراج دي مش زي برج الثور، رجل برج الثور اللي بيجي في المركز السادس. عشان ندخل في موضوع حلقتنا حرفيا، اقدر من هنا بقى اقول ان رجل برج الثور ممكن يكون ما يحبذ ما يفضلش الأنثى اللي هي بيتقال عليها طويلة أو الأنثى الطويلة. الخمسة الأوائل بقى، مش هقول خماسي خط النار، رباعي خط النار، بس الأول ناخد برج العذراء اللي بيجي معانا في المركز الخامس، واحد برضو من الأبراج أو من رجال الأبراج اللي إنجاز التعبير نقدر إن احنا
نقول عنها زي أخوها الطور كده، وزي الجدي اللي هيجي في المركز الرابع سابقهم في المراكز. إذا الرجال الترابية بشكل عام، عشان أوفر عليكم، ما تفضلش الأنثى اللي هي طويلة. يعني في بعض الرجال يقول لك أنا أحبها طولي أو أقصر حاجة بسيطة، وفي واحد يقول لك لحد كتف كده كده، مش كده يعني كده مثلا. فتلاقي الأبراج الترابية عامة تفضل هذا النوع بشكل عام في النساء أو البنات يعني، أو ممكن يكون هو المحبب ليهم أكتر من غيره. الأبراج اللي هم بيتصدروا معانا الترتيب في الرجال في حلقة النهاردة، اللي هم نقدر نقول وإحنا مستريحين، أكتر 3 لا يفضلوا إطلاقا الأنثى الطويلة، طويلة القامة. ودايما خليكم فاكرين لكل قاعدة في الدنيا استثناءات، مش بس علم الفلك، عشان ما حدش يقول لا ده انا اعرف واحد مش كده. احنا بنقول يعني اكتر من 90% من مواليد البرج ده بينطبق عليهم الكلام ده. هنلاقي عندنا رجل العقرب في المركز الثالث، المائي الحساس اللي يحب كل حاجة تبقى في اطارها المنضبط او الصحيح من وجهة نظره. اذا قارنا برجال الابراج كلها في الموضوع ده، هيجي معانا في المركز الثالث الرجل المائي الثاني اللي بيحتل عرش او بيحتل المركز الثاني في الترتيب والتصنيف، هو رجل برج السرطان الاكثر احساسا والاكثر رومانسية من رجل برج العقرب، ما هو الموضوع بدرجات. الرجلين دول مش هيختلفوا اطلاقا في فلسفتهم في الموضوع ده مع رجل برج الحوت اللي بيتصدر الترتيب. عشان يجي انجاز التعبير حرفيا، هو اكتر رجل في الرجال كلها اللي ممكن لا تفضل الانثى طويلة القامة، والعكس صحيح. نعكس بقى، رجال القمة هي الرجال اللي تحب الانثى اللي هي على قدهم. اللي طبعا كانت حلقة اقتراح جميل من صديقتنا، ما اعتقدش ان حد فكر في حلقة زي دي قبل كده. انا دايما بحب اكون ايجابي، استمتعنا مع بعض شوية وادينا معلومات برضو ممكن تكون مفيدة. كل حاجة بنحتاجها اكتبوا لي آرائكم في الحلقة دي، وكل أنثى تكتب لنا طولها كام في التعليقات لو تحب. يعني أنا مدمن على قراءة تعليقاتكم وبحب جدا إن أنا أقراها. واللي بيسأل إزاي يتواصل معايا، الانستجرام والفيسبوك، واللي عايز يشوفني أكتر من مرة في اليوم إحنا عندنا قناتين تانيين، اسأل محمد وعيلته وهاتريك كورة. القنوات دي مهمة قوي، بننزل فيها يعني فيديوهات وبنعمل لايفات ان انا اقراها. واللي بيسأل ازاي يتواصل معايا، الانستجرام والفيسبوك، واللي عايز يشوفني اكتر من مرة في اليوم احنا عندنا قناتين تانيين، اسأل محمد وعيلته وهاتريك كورة. القنوات دي مهمة قوي، بننزل فيها يعني فيديوهات وبنعمل لايفات باستمرار. اشتركوا وشرفوني، كل الروابط دي في وصف الفيديو. او لو انت بقى على